الخطاب الزينبي في الكوفة هو غير الخطاب الزينبي في الشام، الخطاب الزينبي في ساحة المعركة هو غير الخطاب الزينبي في الكوفة وفي الطريق. لكل مكان كان لها خطابها الخاص. نفوس أهل الكوفة كانت نفوس مريضة تعرف من هو علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الذي حكم في الكوفة. ولهذا زينب كان خطابها ماذا؟ خطاب تقريع وتأنيب وخطاب لوم.